دواعش في معتقلات قسد يطالبون بعرضهم على محاكم بلدانهم. ادعى مرتزقة معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية أن افتعال الفوضى في المعتقلات يهدف لممارسة ضغوط على المجتمع الدولي لعرضهم على محاكم دولية، وتوعدوا بمزيد من التصعيد في حال بقوا بدون محاكمة. يستمر معتقلو مرتزقة داعش في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية بافتعال أعمال الشغب والفوضى في مسعى منهم للفرار منذ إعلان قسد القضاء الكامل على آخر معاقل داعش في بلدة الباغوز في الريف الشرقي لمدينة دير الزور السورية شمال شرق البلاد في 23 من آذار مارس العام الماضي. شهدت مؤخرا أغلب معتقلات قوات سوريا الديمقراطية 16 المخصصة لاحتجاز أكثر من 19,000 معتقل من مرتزقة داعش، ازدياد وتصاعد حالات الفوضى والشغب المفتعلة من قبل المرتزقة. ومن هذه المعتقلات التي شهدت الفوضى والتصعيد في أعمال الشغب والفرار معتقل الصناعة في مدينة الحسكة، ومعتقل بلدة الهول، ومعتقل مدينة الطبقة. آخر أعمال الفوضى والشغب في معتقلات قوات سوريا الديمقراطية كانت في 17 من أيار الجاري، حيث فر 7 معتقلون من مرتزقة داعش من معتقل بلدة الهول 45 كيلومترا شرقي مدينة الحسكة. كما انتشرت الفوضى في معتقل الطبقة يوم الخميس الماضي في محاولة للفرار من قبل المعتقلين بعد كسر كاميرات المراقبة وخلع الأبواب الحديدية بين بعض غرف الاحتجاز. وعن ما يسعى إليه مرتزقة داعش عبر الفوضى والشغب ومحاولات الفرار في معتقلات قسد، حصلت وكالة هاوار على الإذن للتحدث إلى 2 من مرتزقة داعش في معتقلين منفصلين في شمال وشرق سوريا. ياسر محمد عبد العظيم أحد مرتزقة داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية من أصول مصرية، حاصل على الجنسية الهولندية ومشارك في أعمال الشغب والفوضى في المعتقل، قال لوكالة هاوار: اسمي ياسر محمد عبد العظيم، المواليد 1978، مواليد اسكندرية مصر، متزوج وعندي 6 أطفال. أنا ممكن أشرح لك أنه فقط ليس بعصيان، ولكن وصل إلى بعض الأمور إلى حالة انتحار، محاولة انتحار أكثر من حالة في السجون. شيء بيولد شيء، وكل هذا متطلب طلب واحد لكل الأطراف، وهو نعلم مصيرنا، ماذا يحدث، ماذا يحدث لنا، ماذا يحدث لعوائلنا، ماذا يحدث للعالم الخارجي، ماذا يفكر العالم الخارجي فينا. والله إذا كان هو ده الحل فنتمنى أفضل من الوضع اللي احنا فيه، حتى إن كان يوجد حكم غير عادل فأفضل من الوضع اللي احنا فيه. هذا هو ما نتحدث عنه داخل السجن كعناصر دولة أو كمساجين داخل السجن. من المتسبب؟ هل قوات سوريا الديمقراطية؟ لذلك يتم الشحن داخلي الآن في نفسنا، في أنفسنا، على قوات سوريا الديمقراطية، لأن نحن لا نرى التحالف، نحن لا نرى أي دولة أخرى، ما نرى إلا قوات سوريا الديمقراطية، هم من وضعونا في السجون، فالشحن طبيعي أنه يكون على قوات سوريا الديمقراطية، ما في أمامنا غير قوات سوريا الديمقراطية. وصل الآن بنا الحال إلى استعصاء حتى يقتلونا، أفضل حال من اللي احنا فيه. والله لابد من حل سريع لهذه الأزمة حتى لا تتفاقم الأزمة، ويتم توليد شحنة أقوى أو رد فعل غير متوقع في بعض الدول. وفي لقاء منفصل مع معتقل آخر من مرتزقة داعش في معتقلات قسد، هندي الأصل يدعى عادل إياب، اتفق في حديثه لوكالة هاوار مع ما تحدث عنه المرتزق الهولندي ذو الأصول المصرية في أن دوافع محاولات الفرار والفوضى التي تدور في المعتقلات هي للانتهاء من المعتقلات ولمعرفة ما سيؤول إليه مصيرهم. تمام، أنا اسمي عادل فياض، ومن بلاد الهند، من مدينة الكشمير، ولاية الكشمير. والدي اسمه فياض أحمد، وأمي اسمه شفيقة
فياض، وعندي أخ اسمه كامل، وأنا درست في جامعة ماسترز أوف بزنس أدمنستريشن، واشتغلت في مستودع، يعني مسؤول مدير المستودع. مستودع ماذا؟ مستودع يعني في قطع سيارات، كنت مدير في هذا المكان. الآن أغلب من الناس في السجن يعني بالنسبة للمهاجرين السوريين والعراقيين، يعني ما أن أعرف عنهم أكثر شيء، أكثر من المهاجرين الوزارة الخارجية رأيت يعني أغلب المهاجرين يعني يتعبوا من كل شدة إشتار من الفترة في دولة أو خارج الدولة وفي السجن وكل شيء، ويريدون يرجع إلى حياتهم، يعني لو كانت السجن ويكون المحكمة ويكون الآخر شيء، الأخير يريدون يرجع إلى حياتهم، يعني يخير الحياة يعني لغير طريقة وبالشكل أحسن من كيف كانت قبل. فأغلب من المهاجرين رأيت منهم يريدون يرجع إلى بلادهم. في بعض الناس نعم، في أغلب من الناس نعم، في أغلب من الناس يريد أن يكون محكمة، يعني يريد أن يكون يخلص من هذه الشدة وهذه السجن يكون في، يعني يريد أن يكون محكمة يريد عليهم حكم، فيعني في الكل يعني محكمة بعد فيها حكم فيها مثلا مدة سنتين أو ثلاثة سنوات أربع سنوات، الشخص اللي أعرفه هذه عندي الحكم، فثم بيخرج من هذه الحكم يكون عليه يعني حياة يعني، ولكن قبل محكمة السجن لا يوجد عليها مدة، لا يوجد عليها يعني فترة كم فترة أنت تبقى في سجن وكذا. فكثير من الناس، بعض من الناس المهاجرين موجودين الآن في سجن، صار عندهم ثلاثة سنة في السجن أو أربع سنة، وبعضهم خمسة سنة، وبعضهم سنتين، فيريدون هم يريدون كي يكون المحكمة يكون محكمة عليهم مشان يكون حكم إيش فعلوا إيش ما فعلوا، فيخلص من هذه المدة وتخرج لحياتهم يكون العادية. إلى الآن لم تتوصل بعد قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في لقاءاتها في الخارج واجتماعاتها مع التحالف الدولي إلى حل جذري لملف داعش في مناطق وجودها، ولم تلقى آذانا صاغية بضرورة إنشاء محاكم دولية لمحاكمتهم في مناطق شمال وشرق سوريا.